فارينا العام الفايت خديتها ب 50 ريال، دابا خديتها ب 90 ريال بلا ترانسبور ديالها بلا والو. الزيت كنا كناخذوها ب 35 درهم 40 درهم، دابا 80 درهم وما كاينش، وما كاينش هالمشكل، ومصاوي كل شيء كاليتي مزيان. هو هادشي اللي كاين، مطيشه غاليه، مطيشه 10 دراهم، بطاطا 6 دراهم 7 دراهم، خيزو 4 دراهم حتى 5 دراهم، والمسكين راه واكل العسل 100%. هذا ما نقولوا. رمضان قرب وفيها المصاريف بزاف، 100% فيها المصاريف، خدم ولا ما تخدمش، وعاد جيب حاجه غير ضروريه للدار. كل شيء غالي، كل شيء غالي. الانسان كان واحد 100 درهم يترك تشري منها واحد الكميه، دابا 100 درهم كتشريها بها 800 كدير 10 ريال وتمشي بها طويل، ما فيها والو، ما كاين ما والو، اللي مشى حتى شي حاجه ما كتقد وترجع في حالاتك. هذا هو المشكل اللي كاين، والخدمه ما كايناش. لا لقيتي واحد خدام في الدار واحد الاثمنه ما دايره والو، هذاك المنع يردها للموضوع، يردها للخدمه، يردها للترانسبور، يردها للمدرسه، يردها بزاف د الحوايج. راه هادشي الله يهدي هاد الناس وصافي، هذا ما نقولوا. الا جاب الله كاين الغلا كنشروه، كاين الرخا كنشروه، وتابعين مع حسب حتى حنا النهار ديالنا اللي صورنا تاني نحيدوا منه شويه الكرا والضو والماء، ما بقيت ناكلوه، دائما نديروا حساب روسنا وحساب الناس. صاير تنوصل 60 درهم 70 درهم، وكان نهار اللي نصوروا غير 40 درهم ولا 30 درهم، وغادي مع الزمن نبغى نصبروا في روسنا، نبغى ناكلوا شويه، نبغى تنتقدا زيت العوديه ما بين 70 درهم و 70 درهم و 60 درهم و حتى 80 درهم دابا، وهكا غادي الوقت ودي اشري. تجيني غاليه اش غادي نقول لك، تنشوف تنعي تنشري، الا بغيت نشري ايترو تنشري نص ايترو، بين نشري نص ايترو تنشري رابعه، كان بعض المرات قاعد نسمح فيها الا دعتها الضروره، وهكذا. والله يرحمنا على قد النفع، الله يعطينا الخير والمطر ويكون الربيع والنوار ويفرحوا الشجار والبشر، والحمد لله. والله تمينا دابا راه كاين شويه الزياده في الثمنات، كاين شويه الزياده في الثمنات، المهم راه شويه شويه. ايوا الزيت العود دابا تقريبا راه كاين شي تقريبا شي 4 دراهم اللي مزيوته فيه، 4 دراهم كانت 63، دابا راه دابا 70 درهم، دابا 70 درهم تقريبا. لا دابا بحال القمح، القمح دابا راه باقي في ثمنه، ما تزاد ما نقص. والسلع اخرين بحال الفول مزيود، العدس حتى هو مزيود البلدي، بحال الحمص حتى هو مزيود، وبالنسبه للكوكو حتى هو مزيود، وهادشي الشعريه هادشي القمح راه باقي هو هو، والبلبوله حتى هي راه بقات هي كما كانت. المواطن العادي دابا فهمت، راه كانت القفه الناس كيتقداها ب 7000 8000، دابا راه كتولي 700 درهم 800 درهم، فهمتي؟ داك الناس الناس المتوسطين، الناس المتوسطين. لا لا اتاي كيقولوا غيتزاد، ولكن باقي في ثمنه. والزيت الزيت اللي شرحت لك انت تقريبا زادوا فيه حتى هو درهم الاطرو، فتقريبا شي شهر دابا زايدين فيه درهم الاطرو. وبالنسبه للفرج حتى هو راه مزيود حتى هو شويه، الكوفيت حتى هي مزيوده بحال سميتو مطيشه حتى هي. تقريبا الاغلبيه ديال السلع راه مزيودين.